قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من أراد الدنيا وزينتها ولذاتها فإن الله سيمتعه فيها ويعطيه على حسب ما اقتضته الحكمة والمصلحة، ثم بعد ذلك يدخله نار جهنم خالدا فيها مخلدا. قال: سؤال، لا زال يلتبس على كثير منا تفسير إرادة الدنيا، إيش ذا الدنيا المذمومة اللي ذمها الله؟ نبغى نعرف ما هي الدنيا المذمومة. فالقلوب مائلة إلى شهوات الدنيا، فوضحوا لنا ما هي الدنيا المذمومة. ركزوا. الجواب: الدنيا المذمومة التي يكره الله تعالى من عباده أن يريدوها أو يطلبوها ويأكلوها هي نوعان. الدنيا المذمومة كم؟ نعم. الأول: ما حرمه الله تعالى على عباده من الخمر والزنا والربا وأكل أموال الناس وأكل أموال اليتامى بالباطل والقتل والظلم والكبر والعجب والحسد والرياء والبغض والعداوة وغير ذلك، وإلى آخر ما حرمه الله في دين الإسلام. هذا النوع الأول من الدنيا المذمومة، كل ما حرمها الله هذا من الدنيا. النوع الثاني من الدنيا المذمومة هي التي تلهي الإنسان عن ذكر الله، التي تلهي عن ذكر الله وعن تأدية ما أوجب الله، فإن لم تؤدي إلى ذلك فليست مذمومة. مثلا معك دنيا حلال، أموال حلال، سيارات حلال، محلات حلال، لكن ألهتك عن شيء واجب أصبحت مذمومة. أما إذا لم تلهيك أنت قائم بالواجبات فليست من الدنيا المذمومة. الله إذا قلت مثل ثعلبه ذاك اللي ما زد الزكاة، معلوم؟ أو مثلا واجب على الإنسان اللي هو غني مثلا ينفق على والده وعلى زوجته، إذا ما أنفق عليهم أصبح معصية كبيرة، معلوم؟ أما إذا لم تؤدي إلى ذلك، يعني ما ألهت عن الواجبات، قائم بالواجبات التي أوجبها الله، فليست مذمومة ولا منهيا عنها. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من عمل لآخرته وترك الدنيا المذمومة هي اللي ذكرناها، نعم، وترك الدنيا وشهواتها ولذاتها، فإن الله سبحانه وتعالى سيثيبهم في النعيم الدائم الذي لا ينقطع. لكن هنا اشترط الله سبحانه وتعالى وهو مؤمن، والمؤمن من أتى بالواجبات واجتنب المقبحات، والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأفعال. فعندما قال الله وهو مؤمن أن الإيمان شرط في قبول الأعمال الصالحة، فمن عمل الأعمال الصالحة وهو غير مؤمن فلا تنفعه عند الله ولا تقبل منه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يعطي كلا الصنفين، الذي يريد الدنيا والذي يريد الآخرة، يعني يعطيهم في الدنيا، معلوم؟ وليس رزق الله في الدنيا وعطاء الله في الدنيا محصور على المؤمن أو على الكافر فقط، لا، فهو يعطي المؤمن ويعطي الكافر.
فعطى الله ليس محصور على أحد، فهو يرزق في الدنيا الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم، حتى قال في آية ولولا أي يكفر الناس لجعلنا إيش فرحنا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وغير ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أخبر الله أنه قد فاضل بينهم في الدنيا فجعل هذا غنيا وذاك فقيرا، وهذا شريفا وهذا وضيعا، لحكمة منه ومصلحة. ليش؟ قال لتستقيم أمور المعيشة في الدنيا، لأن لو كلهم أغنياء من يوم يجي يشتغل لك، يبني لك، يشتغل لك، يتزارع معك؟ لا، الأول له كيف بيزم؟ أنت غني وأنا غني، كيف بيجي يشتغل عندك؟ ولو نعمرت الدنيا وانت بقى الدنيا، ولو هم فقراء جمعة كيف يجي يشتغل عندك وانت فقير؟ منين بدي لي أجره؟ بيت الحكمة الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك في الآخرة أهل الجنة متفاضلون في درجات الجنة كلا على حسب عمله، يعني ما هم سوى، بعضهم نعيمه أكثر من نعيم ذاك على قدر عمله في الدنيا، إلا أن درجات الآخرة عظيمة ولا تقاس بدرجات الدنيا. كذلك مثل المؤمنين شوف بطعين درجة دي أكثر من دي على قدر عمله، مثلا الأئمة بيجيهم بعد الأنبياء، ثم بعدهم العلماء ثم الشهداء ثم أهل العلم ثم مفهوم، لا يعني درجة أهل العلم يرفع من درجة الشهداء ثم الشهداء ثم العباد ثم، بس ما الناس سوى معلوم. ثم قال الله سبحانه وتعالى دخل في التوصية لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله، والمراد كل عبد من عبيده نهاهم، أما النبي معروف. نهى الله كل عبيده ألا يتخذ أي واحد منا إلها غير الله، وأنه إن فعل ذلك سلبه توفيقه وتأييده ونصره إذا أشرك بالله النبي أو غيره. من أشرك بالله وجعل مع الله إله آخر بيسب الله يسلب الله منه التوفيق والتنويم. ثم قال الله سبحانه وتعالى موصيا بالوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أمر الله سبحانه وتعالى وألزم، ما هذا أمر وألزم جميع عباده بإخلاص العبادة له، عندما قال ألا تعبدوا إلا إياه أي نخلص العبادة لله، وقرن بذلك الإحسان إلى الوالدين. ليش؟ قال ليبين عظيم منزلتهما وقدهما، ومن منزل عسل عندما يقرن الإحسان بالوالدين بطاعته، هذا يدل على أن الوالدين مكان عظيم لا نفرط فيها معلوم. شوفوا هي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ورجع عطف بالواو وبالوالدين إحسان، عطف الإحسان إلى الوالدين على عبادته، لأن الواو حرف عطف في اللغة العربية. ثم قال الله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، الوالدين ما هم بحاجتك إلا عندما يكبروا في السن، إما ما دام حتب ما هو بي لا ما يصدق مع الصغير. أيوة شوف، فالله أوصانا عند الكبر عند الحاجة، أي إذا بلغ في الكبر إلى حد الضعف والعجز وأصبح في حاجة إلى من يقوم عليهما فيتأكد إيش؟ قال وجوب الإحسان إليهما والقيام بما يلزم لهما، كل ما يحتاج إليه تقوم به، من علاج، من توضيه، يصلي،
مثلا طلب منك شيء تأكله تشربه تلبسه تقوم بخدمته تنظفه، معلوم. وحياطتهما بالشفقة والرحمة وحسن الرعاية. وقد نهى الله تعالى في هذه الآية أن يظهر الولد التضجر منهما والتأفف والتقدر مما يرى منهما من قدر أو وسخ. إن واحد كما أخبر معلوم أنه بقى يوسخ في ثيابه، بقى يوسخ في جسمه، فلا تتأفف وتتقدر منه، لأن من طعن في السن واستولى عليه الضعف لا يخلو من ظهور شيء منه من الوسخ والقدر، فلا ينبغي أن يتأفف منهما ويستقدرهما. وليس المراد به، وليس المراد بكلمة أف على حقيقتها، لا، إنما هي كناية. لو ما أقولها أنت أفوه منك، لكن لقد أنت تشمئز من القدر اللي فيه، فقد هي وقعهم في التأفف. وإنما هي كناية عن الاستقدار، وقد جعل الله ذلك معصية إذا ما أحسن إليهم. ليش؟ قال معصية لما لهما على الولد من النعمة، الأم والأب، من تربيتك صغيرة والقيام عليك والحرص على نظافتك، ومن دون استقدار لما يكون منك من الأقدار. انظر أمك خاطر مره واحد يقول على وهو يرضع من أمه، صح ولا لا؟ ويوسخ ثيابها ولا هي تقول أف، تنظفه وتهتم به لما يطلع رجال. فينبغي أن ترد لهما ذلك عند حاجتهما إليك، ولا تبدي لهما الاستياء والاستقدار. ولا ينبغي أن يريا منك ما يدل على الإشمئزاز والتضجر. ثم قال الله ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بعد ما أمر بالإحسان إليهم أوصانا، ولا هنا ناهية، ولا تنهرهما وقل لهما. وقل فعل أمر، الأول فيها نهي والثاني فيها فعل. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ونهاه أيضا أن يغلظ لهما في القول، لا تغضلهم في القول، تجاوب عليه كلام قاسي، مثلا سمعت منه كلمة ورد أنت عليه بعشر منه، مفهوم؟ ما يجوز. ولا ترفع صوتك عليهم، بعض الناس يرفع صوته ويصيح فوق والديه. لا وايش؟ أنت واحد الناس يا أخي، لو أنت شو لأن هذا أبوك أمك. قال فلا يغلظ لهما في القول ولا يصيح في وجهيهما ولو كان حصل منهما خطأ تجاهه. ولو هم مخطئين عليك لا ترفع صوتك. وأمر الله الإنسان أن يلين لهما في الكلام، تلين كلامك لهم، وأن يحرص على الكلام الطيب الذي تطيب به نفوسهم. دور للكلام الذي بطيب به نفوسهم، حتى إذا به أمر فيه ذا ولا لا تخبر لهم به وهو بايطاجروا منه. أي كلام بيغثيهم احذفه، لا تبدي لهم إلا الكلام الطيب. انظر ذا حين يوم تجي عند والديك وتقول على يدي بتعينهم هم أهم لا يعلم بها الله، خاصة لهم، حاول لا تظهره، قل يا أمه الدعالي وسكته، لا تخبريش عليه، لأنها بتبقى في حالة حرج. وهذا مثال بسيط وبي كل واحد منكم جربه. ثم قال الله سبحانه وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه عالم بما في نفس كل إنسان منا، وأن من عادته الإحسان، إن من عادته الإحسان يعني منا إلى والديه والبر بهما ونيته الصالحة في حقهما، إنه إذا صدر منه بعض الزلات والخطأ في حق والديه من الكلام الغليظ أو القاسي فإن الله سيغفر له ذلك إذا ما هو متعمد، مفهوم؟ وسيتجاوز عنه ما دام قد رجع إليه. ولا مثلا فعل أنت ورجع تبه أنت وغثاك وندمه أنت، الله بايش؟ بايغفر لك، لكن بشرط التوبة.